حدث في فلسطين البارح، كندير مقارنة وسرة نقارنها بالثورة الجزائرية تاع 54 أول نوفمبر. على بالك الشعوب اللي ما يقراش التاريخ وياخذ منها عبرة، هذاك الشعب ولا الأمة هذيك راح تندثر. دونك الفلسطينيين تأثروا بالثورة الجزائرية، إيزون موديفي لا فورم باسكو الاستعمار يختلف. على بالك الثورة الجزائرية استغلت لو توسا، عيد نتاع الغفران، وصارت أول رصاصة انطلقت في جميع أنحاء الجزائر. لكن بالنسبة لفلسطين خدات حسب الموقع نتاعها، حسب العدو تاعها، درس مليح العدو تاعها هو الصهاينة، كي درسهم مليح عرف التوقيت، عرف تنسيق ما بين العمليات، وعرف لو مومون لي الجيوش الصهاينة تكون دات أمان، وبالتالي قاموا بالعملية اللي كانوا ما يستناوش فيها الإسرائيليين. مالغري الموساد اللي راكم تشوفوا فيه اللي خلعوا العالم به، إسرائيل بدون أمريكا وبدون خونة العرب وبدون خونة داخل البلاد العربية ما تسوى والو. راكم شفتوا كاش هاربين الجنرال يهرب الرفح ويبكي، وتشوفهم يدخلوا في المزابل وهاربين. هذا يعني ان الجيش اللي يحكيوا عليه لا يقهر، شكون اللي عطالو هذيك الصفه؟ هما العرب اللي راهم الان مطبعين معهم. صافي يدير بلي الفلسطينيين من داخل فلسطين باسكو هما عباد نتاع الارض، عنده قوه، عنده حماس، عنده قانع بان الارض ارضه لابد من استشهاد. وعلى بالكم بلي الحريه تؤخذ ولا تعطى. هنا واش يحيي في نهار قتلوا عدد برسك العدد اللي قتلوا في وين صارت الحرب نتاع اكتوبر ونتاع 67 و 73، عدد الاسرائيليين اللي ماتوا تقريبا لا موتي تاع واش داروا الفلسطينيين في ليلة البارحة بعملية الطوفان. والطوفان على بالك يدي كلش اللي قدامه، ديجا الاسم نتاعو بركات، هو قوة نتاع الطوفان، ثانيا تسرب، كيفية كيفاش يتموقع، كيفاش يحكم باش يكون أكثر ضرر بالمناطق اللي يجوز منها. هنايا يوحي باللي العرب كما نعرفوا كما الحسن الثاني راح بيع لإسرائيل اليوم اللي راح يصدموا فيه العرب بالجيوش نتاعها. الحسين كذلك اللي كان خبيث بارمي الخبثاء اللي معروفين راح بيع للمشيديان وقال له باللي العرب راح يصدموا عليك، يسمى لا انتصروا هاني معاكم، لما انتصوش صافي يدير بلي راني معاكم انتما يا اسرائيليين. مصر
لإسرائيل بنات سد النهضة اللي موجود في إثيوبيا، ماشي من أجل الماء، من أجل غدوة كانت صرا حرب راح يفجروا هذاك السد النهضة، ويكون ضرر كبير، يكون طوفان كبير اللي راح يدي مصر. هاوليك الأهداف اللي صار نورمالمون مصر تنجب تقوم بعملياتها هدم هذاك ال دونك لهنا فلسطينيين كم شاهد عدد ما قليل اللي داروا حالة اللي كانت الجيوش العربية والخيانة تاعهم والآن تطبيع. وتشوف كشفوا للعالم باللي كونكوا الصهاينة النساء المجندات يديروهم باش يزهاو، لقاو الضعف النهار كانوا يديروا تيك توك هذوك الصهاينة ويشطحوا ويرقصوا ويوريو العالم باللي الإسرائيليات كيفاش عملات، وكانوا يقوموا حاشاك ولاو سحاقيات ولاو حاشاك يتعاملوا من أجل الزنا من أجل رفع المعنويات الجنود الإسرائيليين باسكو لو مورال تاع دي تروب اتان كما نقولوا حنايا المورال هذاك هبط موان زيرو من زيرو للموالاه. دونك الفلسطينيين استغلوا نقاط الضعف نتاع اسرائيل. الان وزادوا وراو لا بروميير فوا دون ليستوار نتاع الفلسطينيين وين كان كلش منسق، حتى الناس لي رابورتور لي يديو الصوره باش يوروها للعالم هاوليك الجيش الاسرائيلي واش يسوى، واللي يعذب في العزل ويضرب في الاطفال ويعذبهم ويضرب فيهم ويكسر لهم في الايدي نتاعهم ويضرب في العجزة الشيوخ والنساء بدون احترام. هنا يوروا الصورة واش تسوى لإسرائيل. حاجة واحدة أخرى اللي تاني داروها بالصورة تاني، العلاقة ما بين السجين، احترام السجين، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام أن نحترم 10 وصايا من بينها حفظ الأسير، وين تشوف المرأة يغطي فيها يقولها ما تخافيش. هذه هي الصفة نتاع المسلم نورمالمون يديروا الصورة نتاع منا تاع لي باليستينيين والصورة واش راهو يديروا هادو التلفاز نتاع العرب المرخص، هادو العرب اللي سماهم عرب او سماهم عرب وهرب، راحت منهم الشهامة. قادرين يديروا مقارنة الإسرائيليين تعامل تاعهم مع الأسرى ومع الأطفال ومن النساء في القدس، ومن جهة واحدة أخرى أصحاب غزة أبناء غزة واش داروا الاحترام للسجين. أنا واش نقول، حان الوقت للعرب أن إسرائيل تسوى صفر. وقلت لكم من قبل من 2016 وين كتبت على الصهيانيم، الصهاينة موجودين داخل الدول العربية كيفاش تتعامل والخطر اللي راح يقيس الجزائر، وهضرت على المغرب المروك أباك على بالهم إسرائيل باللي يجي نهار باسكو ماشي الأرض نتاعهم. انت الأرض كيما تكونش نتاعك وتشوف الناس فارين من غزة الضفة الغربية اللي داوها الإسرائيليين ويبنيو فيها مستوطنات، على بالهم باللي ماشي الأرض نتاعهم وهاربين. الإنسان كان تكون الأرض نتاعه ما يخرجش من المنزل نتاعه ويقعد فيها. لذا كي يوريو لك الايروبور الناس هاربين، وين هاربين؟ هاربين المغرب المروك باش يبنيو مستوطنات بناء اسرائيل ثانيه
في المغرب. الناس اللي ما حبوش يفهموا المغاربة، اللي ما حبوش هذاك الحسن الثاني من الأصول يهودية، وباللي باباه ماشي محمد الخامس، وباللي باباه القواوي ولا ما في اليهودي اللي كان يتاجر بالنساء والأعراض نتاع المغاربة. اللي هنا المغاربة كما ينوضوش راح يشيروا الأراضي نتاعكم ويستغلوكم ويتوليوا عبيد عند الإسرائيليين اللي موجودين عندكم واللي راهم هاربين من إسرائيل. علاه يتباكى الميميسيس باش يدير مستوطنات في العيون وفي الصحراء الغربية؟ هذا هو الهدف. حب يبني إسرائيل ثانية اللي من المحيط يضرب حتى البحر الأبيض المتوسط اللي تعقب على إسرائيل. هذا هو واش يسوى العرب اللي سماكم عرب، اللي سماك عرب سماكم عرب وهرب. وين الشرف نتاعكم؟ ولاو يتاجروا بالنساء نتاعكم، ولاو النساء نتاعكم في التيك توك براجلها وهي تهضر في السعودية في الإمارات. الإمارات واش راه واقع في ليزوتيل؟ الإمارات واش واقع في ليزوتيل؟ النساء نتاع مصر نتاع لبنان، لبنانيات متزوجة وتلقاها تقوم بأعمال مخل ما يتصوروش العقل، وراجل يستنى فيها تقعد 3 شهور 4 شهور في ليزوتيل. ليزوتيل معمرين بلي لي كاميرا باش يحكموا الناس السياسيين والمغنيين وقعدك باش يحكموهم افيك دي برو. يجيبوا لهم دي في كما في المروك، يجيبوا لهم دي في صغارات ويحكموا هذاك السياسيين والمغنيين والفنانين، حتى الرياضيين يحكموهم بهذيك الصوره ويقولوا شوف لين الصوره المغربيه وحنا نقوموا بك، وضرب هذيك البلاد وهذيك البلاد وهذيك البلاد. واش داروا مجموعات تاع رجال هذيك الصوره تاع تمجيد الجيش الاسرائيلي انحط الى الارض. الان واش يدير الجيش الاسرائيلي؟ انا كان جيت من الفلسطينيين والله غير نحكم هذوك لي بريزوني حطهم قدام المباني نديرهم بوكلي، وقدام واحد نحط ديمين لا جاو باش يسلكوه يفوي كلاطي. هذا هو الحل، باسكو اسرائيل مجرمه راح تضرب دي سيفيل. لا كوميونيتي اوروبيان تكشفتو، لي جورناليست انترناسيونال الله لا يشوفكم فيهم، سو سون دي كورومبي يكاش لا فيريتي. عباكم بلي لي ميديا اوروبيا ولا اوكسيدونتو ولا تاع لي زيتازوني يسو لا بريسيون تاع لارمي دو شاك بي، ويقول لك نوز امبوز. كي حنا الجزائر حبينا نبنيو بلاد نوز امبوز يا لانجيرونس، نوز امبوز لو دروا دو لوم وما يشبه. حبينا نبنيو نحبسوا الناري تاع لو طون باش نبنيو البلاد، وكاين مخربين ادنى بنت على اخرى ما يهمهمش الجزائر، يحوسوا يخمو يوصلوا الجزائر الى ضوضاء. هادو هما الرجال اللي يحبوا البلاد. حنا عندنا الارض والواجب علينا نحبوا هذه الارض. يفوت جميع الجزائري يحضر نفسه لما هو أسوأ في المستقبل، نكونوا جنود الجزائر. الخطر بدا يهود نتاع توانسة، يهود نتاع واش يعيطوا لها ديك وين المنطقه اللي موجوده جربه وما يشبه، وين كاين اليهود هما اللي راهم يهضروا ويضربوا باللي الجزائر هي اللي عطات السلاح باش غدوه الامريكان ولوطون يتجه الى الجزائر وتصرى حرب. والله وتصرى حرب، اقسم بالله العلي العظيم، غير جميع الجزائري اللي موجود في اوروبا في العالم يولي جندي جزائري، وراح يهدموا لكم الاقتصاد نتاعكم اللي جامي شفتوه يا لوطون. والله يا فرنسا وتلعبيها تقيس الجزائر
والله العظيم غير الاقتصاد نتاعك يريب في يومين. خبات يباتوا حتى في الطيارات ولا يباتونا في هذاك البق. المهم الفلسطينيين ان شاء الله يبارك لكم ربي في هذا انتفاضة، في هذا الطوفان، ان شاء الله يكون النصر، ان شاء الله الشعوب العربية تنوض ودير بريسيون على الحكومات نتاعها باللي حان الوقت. عندنا جيش داخل اسرائيل ما يقدرش يحاربك خارج اسرائيل، انت تضربوا منا والداخل كاينه كما كونسير ناكلوا لهم الريه تاعهم ناكلوها. هكذا اللي يكون العرب نورمالمون، الشعب يكون متضامن قلبه رب باش ينصركم. يكفيكم الزلازل، يكفيكم الامراض، يكفيكم الامطار والطوفان. هلموا جميعا ضد الحكومات نتاعكم وضد التطبيع، وخاصة الإمارات الخبيثة والسعوديين. السعوديين كون جو بار دو لارابي سعودي جو بار دو سون رويوم اي لي زيكزيكوتور دو لا بوليتيك دو روا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.